ترامب يحذر من هجمات إيرانية جديدة ويدرس إغلاق سفارة بغداد، وطهران تحذر من المغامرات غير المدروسة. في آخر مواجهات مع بايدن، ترامب يعفو عن 4 من قتلة بلاك ووتر شاركوا في مذبحة النسور. كساد أسواق العراق مستمر وصرف الدولار يستقر مرتفعا إلى 141. أخيرا، عملاق صناعة كوريا يفوز بالفاو، والربطة مع أوروبا يضاعف طاقة الموانئ العراقية 5 مرات. نشرة الأخبار من يو تي في، حياكم الله. بين إعلان وصول الغواصة النووية الأمريكية USS إلى الخليج وما تبعها من زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قائني لبغداد لحث الفصائل المسلحة على التهدئة إلى حين رحيل ترامب، هنالك حرب باردة تكاد تشعل المنطقة بين المتخاصمين الإقليميين. يحاول العراق المتورط في مدارات هذا الصراع النأي بنفسه عن المواجهة، وخاصة بعد تجدد هجمات الكاتيوشا واستهداف أرتال الدعم الأمريكية على أراضيه. الغواصة النووية USS وصلت إلى مضيق هرمز برفقة طرادين في استعراض جديد للقوة. تعلن البحرية الأمريكية عن وصولها، وهي عادة لا تكشف عن مواقع غواصاتها في العالم. سبق هذا الإعلان وصول القاصفة العملاقة B-52 وحاملة الطائرات USS نيمتز مع سفن حربية. التحشيد العسكري الأمريكي يقابله من طهران تحرك عكسي باتجاه التهدئة، إذ وصل على جناح السرعة إلى بغداد قائد فيلق القدس الإيراني اللواء إسماعيل قائني، بعد اتهام واشنطن لبلاده بالوقوف وراء هجمات الكاتيوشا الأخيرة على مصالحها في العراق. تقول المصادر الكويتية إن الزيارة جاءت بأوامر مباشرة من المرشد علي خامنئي للحيلولة دون وقوع أي خطأ في الوقت الضائع قبيل مغادرة ترامب البيت الأبيض، ولمنع أي استفزاز قد يطال إسرائيل على الجبهتين السورية واللبنانية، وبالتالي فتح الباب أمامها للرد على جبهات مختلفة قد تضرب عميقا وتشعل حربا يتجنبها الجميع. أما في العراق، حيث عادت إلى الواجهة أزمة الكاتيوشا واستهداف الأرتال اللوجستية الأمريكية، فتقول مصادر مطلعة إن الأجهزة الأمنية عاجزة عن إيقاف أي عجلة تحمل صواريخ كاتيوشا التابعة لخلايا تسيطر على مراكز أمنية في العاصمة. في المقابل، أعلنت الحكومة اعتقال ضباط ومسؤولين أمنيين على صلة بأمن المواقع التي تنطلق منها الصواريخ. معسكران يقفان على شفا حرب باردة تكاد تشعل المنطقة، واشنطن وطهران وبينهما العراق المتورط في مدارات الصراع الإقليمي، مشهد يمثل حيرة العالم في السيناريوهات التي ستنفذ خلال آخر أيام ترامب. حذر الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب إيران من استهداف المواقع الأمريكية في العراق. ترامب وفي تغريدة له أشار إلى أحاديث عن هجمات إضافية ضد أمريكيين في العراق، فيما بيّن أن سفارة بلاده في بغداد تعرضت الأحد الماضي لهجوم بعدة صواريخ، بينها 3 لم تنفجر. من جهة أخرى، أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن الولايات المتحدة تدرس إغلاق سفارتها في بغداد إثر الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء. وردا على تغريدة ترامب، حملت الخارجية الإيرانية واشنطن مسؤولية وعواقب أي عمل غير حكيم تقوم به في المرحلة الحالية بحسب قولها. بيان للخارجية، حذر ترامب من خوض مغامرات خطيرة في أيامه الأخيرة بالبيت الأبيض، موضحا أن الاتهامات الأخيرة لإيران مكررة ولا أساس لها من الصحة ومفبركة من قبل واشنطن. أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية ويليام أوربان أن الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في بغداد مؤخرا يعد الأكبر من نوعه منذ 10 أعوام. أوربان قال أن المنطقة الخضراء استهدفت الأحد الماضي ب21 صاروخا أطلقتها بشكل شبه مؤكد فصائل تدعمها إيران، مبينا أن الهجوم الصاروخي لم يتسبب في وقوع إصابات أو ضحايا أمريكيين، إلا أنه الحق
أضرارا بمباني مجمع السفارة الأمريكي. أعلن وزير الداخلية اعتقال أحد مطلقي الصواريخ على المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، فيما أكد عدم السماح باستخدام السلاح المنفلت في الانتخابات المقبلة. الغانمي قال إن القوات الأمنية أفشلت مخططات لاستهداف المنطقة الخضراء والبعثة الدبلوماسية، وأن الهجمات هي من مناطق بعيدة ونائية، مشددا على اتخاذ إجراءات قانونية بحق القطاعات التي يكون من مناطقها خرق أمني. للحديث في ملف تداعيات التصعيد الإقليمي وانعكاسه على العراق، ينضم إلينا من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي دكتور إحسان الشمري. مرحبا بك دكتور إحسان. يعني إيران تحث الفصائل على التهدئة لحين رحيل ترامب، وترامب من جهة يحذر إيران ويتحدث عن هجمات إضافية ضد أمريكيين في العراق. ما هي توقعاتك للمشهد المقبل بين إيران وأمريكا وتأثيرات هذا الصراع الإقليمي على العراق؟ تفضل. شكرا استاذة رويدة. كل السيناريوهات مفتوحة، لا يمكن الذهاب يعني مع مبدأ التهدئة التي تحاول إيران تثبيته بأي طريقة كانت، خصوصا وأنها تعلم بأن ترامب من الصعوبة بمكان أن تمضي باتجاه يعني توقع ردات فعله، وهو الآن خاسر هناك داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وفيما يبدو بأن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية يعني لم تعد تمتلك ذلك الصبر الكبير جدا اتجاه الهجمات التي طالت سفارتها على مستوى الشهر الماضي. ولذلك أتوقع بأن الأيام القادمة هي أيام صعبة بشكل كبير، هذا أولا. والأمر الآخر، أتصور بأن طبيعة هذه الهجمات أشرت لنا بأن هناك تمرد من قبل بعض الفصائل، يعني حتى على مبدأ التهدئة التي فرضته طهران وأيضا أوصت به الفصائل المسلحة التقليدية. إذن نحن أمام تمرد، هذا يفتح السيناريوهات ويمكن أن يحول العراق ليس إلى أرض احتكاك أو اشتباك، وإنما إلى أرض حرب مفتوحة، خصوصا وأن الأيام القادمة يمكن أن تحول الأرض العراقية إلى هذا التوقع. يعني دكتور إحسان، الخارجية الإيرانية تحمل واشنطن يعني مسؤولية عواقب يعني أي عمل أسمته بغير الحكيم في المرحلة الحالية. لما تتحدث إيران يعني بطريقة التهديد هذه لواشنطن، وما الذي تتوقعه يعني من ترامب أن يفعله خلال أيامه الأخيرة في البيت الأبيض؟ يعني هذا هو الخطاب الإيراني بالتحديد. لاحظنا على مستوى تصاعد الأزمة، طبيعة الاحتكاك الذي جرى على الأرض العراقية، أيضا مقتل سليماني المهندس، طبيعة تصريحات لم تخرج من إطار البروباغندا، طبيعة الضربات الأخيرة التي أشرت إليها سواء على مستوى العمق الإيراني أو حتى على مستوى الأرض العراقية، أتصور بأنها غير قادرة على الرد. ولذلك قد تكون هي الرسالة يعني جزء من توازن الضغط الذي تمارسه طهران اتجاه عملية التصعيد التي تقدم عليها واشنطن. بمقابل ذلك هي أيضا رسالة إلى الداخل الإيراني الذي فيما يبدو الآن يعاني بشكل كبير جدا نتيجة العقوبات الاقتصادية. ولهذا أنا بتصوري أن طهران تدرك جيدا بأنه إذا ما كان هناك يعني لحظة لهذا الاحتكاك ستكون الخسارة كبيرة جدا، يعني ليس على مستوى الضربات النوعية بل أكثر من ذلك، قد تطال بعض القيادات الكبيرة ومن ثم قد يكون النظام السياسي في إيران على المحك. يعني دكتور إحسان، كيف تدرس تحذيرات إيران هذا؟ وهل ستفعل هذه التحذيرات يعني واشنطن غلق سفارتها في العراق؟
أستاذة رويدة، أنا بتصوري أنه غلق السفارة إلى الآن لا يوجد قرار بشكل نهائي، كل ما هنالك هو إجراءات ترتبط بقضية الحذر والاحترازات التي من الممكن أن تدفع بها بعض فصائل الظل تجاه يعني موضوع الثار لمقتل سليماني المهندس. لذلك التخفيض سيكون في أعلى مستوياته، ومع ذلك هي أنا أقول بأن هي جزء من عملية إمكانية التوقع وجود رد أو ثأر. قد لا يكون الموضوع قد لا يكون على مستوى الضربات الصاروخية كالكاتيوشا وغيرها من أنواع الأسلحة، خصوصا وأن واشنطن تدرك بأن هناك يعني صواريخ متطورة ليس كاتيوشا قد تستخدم في هذا الهجوم. أقول هذه الفرضية قد لا تكون مرجحة، لكن واشنطن قلقة جدا من أن يعاد سيناريو اقتحام السفارة الأمريكية، ولذلك هي تعمل على خفض المستوى للتمثيل الدبلوماسي في العراق، خشية أن يكون هناك سيناريو مشابه لعملية اقتحام السفارة الأمريكية في ليبيا ويكون له تداعيات كبيرة. لذلك طهران تبحث عن التهدئة بأي ثمن كان على مستوى الأرض العراقية، هي يعني فيما يبدو الآن أكثر قدرة على ضبط امتداداتها في سوريا في لبنان حتى في اليمن، لكن مشكلة إيران الآن تكمن بتمرد فصائل الظل، هذا سيعقد من الأزمة الحالية. وضحت الصورة رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري، شكرا جزيلا لك. أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن القلق البالغ إزاء قرار الرئيس الأمريكي بالعفو عن 4 موظفين سابقين في الشركة العسكرية بلاك ووتر أدينوا بقتل مدنيين عراقيين. المتحدثة باسم المفوضية مارتا هورتادو قالت في بيان إن إصدار العفو بحق موظفي شركة بلاك ووتر العسكرية يعزز الإفلات من العقاب ويشجع الآخرين على ارتكاب مثل هذه الجرائم في المستقبل. وأصدر الرئيس الأمريكي الخاسر دونالد ترامب عفوا لحراس في شركة بلاك ووتر الأمنية والذين ارتكبوا مجزرة ساحة النصور عام 2007 في بغداد. هذا القرار يأتي ضمن الصراع مع خلفيته بايدن الذي كانت له اليد في محاكمة الجنات وزجهم في السجن. في منتصف أيلول 2007 وعلى صخب الهافي ميتل هذا ارتكب عناصر من شركة بلاك ووتر الأمنية الأمريكية مجزرة بحق 14 مدنيا عراقيا في بغداد. في آخر أيامه قرر الرئيس الأمريكي الخاسر دونالد ترامب العفو عن 4 حراس مسجونين على خلفية اتهامهم بالقتل العمد، وحكم على أحدهم بالمؤبد. اليوم وبعد مرور 13 عاما يفرج عن المحاربين القدامى كما سماهم بيان البيت الأبيض. مذبحة ساحة النسور كما يسميها العراقيون أراد القائمون على البيت الأبيض إخفاءها لشدة حرجها، إذ رفض قاض فيدرالي آنذاك محاكمة أولية، لكن جو بايدن وعد بملاحقة المرتزقة ونجح في إعادة المحاكمة عام 2015 حينما كان نائبا للرئيس. المشمولون بقرار ترامب هم كل من بول سلاو، إيفان ليبرتي، داستن هيرد ونيكولاس لاتين. هؤلاء الأربعة كانوا جزءاً من موكب فتح النار بشكل عشوائي بالرشاشات والقنابل اليدوية ونيران قناصة على حشد من المدنيين العزل. محامو الدفاع برروا حينها ما جرى بأنه رد على كمين من قبل مسلحين عراقيين. صراع الرئيسين الخاسر والفائز في آخر أيام ترامب تمتد خيوطه إلى ملفات غير متوقعة، منها هذه القضية التي أطاحت بحقوق عراقيين كانوا ضحايا لسلوك إجرامي اعترف به المجتمع الدولي.
لليوم السادس على التوالي تستمر صدمة التجار والمواطنين بسعر الصرف الجديد، فيما يقدر خبراء أن السوق سيستمر أسبوعا في حالة التذبذب حتى ينظم نفسه. كاميرا يو تي في تجولت في 5 أسواق كبيرة ورصدت حركة البيع والشراء، فيما وثقت في جانب آخر نشاطا في دورة الإنتاج لدى المزارعين والمعامل وزيادة في الطلب على المنتج المحلي. لا جديد في حركة السوق، المواطنون يتسوقون بحذر ووجوه التجار يملؤها القلق على مستقبل البضائع. فمن سيضبط عداد الأسعار وكم ستدوم هذه الصدمة؟ تقول الحكومة إنها وجهت عناصرها الأمنية والقضائية لمتابعة حالة السوق وملاحقة المتسببين بضرر في الاقتصاد الوطني، سواء من تجار العملة الأجنبية أو محتكري البضائع والسلع الغذائية. أما الصدمة فإنها ستطول بحسب خبراء حتى يعتاد السوق على الأسعار الجديدة وتسيطر الدولة على الفجوة بين عائدات النفط والنفقات العامة. ثبتنا أكثر من 5 شركات حسب الشكاوى أصحاب المراكز التجارية تقوم باستغلال الظرف الراهن، وراح نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. وتشير تقديرات إلى أن الصدمة بدأت نواتها قبل أكثر من 4 سنوات عندما بدأ الذهب الأسود يخذل العراقيين في 2014، إلى أن تفاقمت الأزمة بعد الانخفاض الكبير في أعقاب كورونا. وفي ظل هذه الظروف يأمل المزارعون وأصحاب المعامل أن تشجع الأزمة الحالية التجار على دعم المنتج المحلي وإعادة الثقة به في السوق. سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ارتفاعا طفيفا بأسعار البيع في الأسواق المحلية، ليستقر الشراء عند 2410 دنانير مقابل كل دولار أمريكي. وذكر مراسلنا أن سعر بيع الدولار مقابل الدينار في مكاتب الصيرفة 143,000 مقابل كل 100 دولار أمريكي. هذا وتشهد الأسواق انخفاضا في حركة البيع والشراء جراء تذبذب سعر الصرف وارتفاع أسعار البضائع. تذبذب وتضارب في سعر الصرف تشهده بغداد والمحافظات يربك التجار ويقلق المواطنين. باحثون في الشأن الاقتصادي يؤكدون أن هذا التذبذب سيستمر نحو أسبوع حتى ينظم السوق نفسه ويستقر على سعر ثابت. تستمر هذه المرحلة لمدة أسبوع أو 10 أيام، ثم يعاود الاستقرار عند 1460 إلى 1470 ضمن مبيعات البنك المركزي العراقي. الكثير دائما يسأل على نسبة البيع والشراء، المشكلة هي في استقرار العملة وليس في سعر العملة. يعني لو كانت هناك سياسة مالية جيدة لاستقر سعر العملة لعشرات السنين، كما ترى هناك في الإمارات 3.65 ل20-30 سنة، أو الدينار الكويتي للدولار 3.33. المشكلة هنا الارتفاع والانخفاض، يعني يشل العمل الكامل. كاميرا يو تي في تجولت في 6 مدن ورصدت حالة السوق، والبداية من ديالى. في سوق بعقوبة أكبر أسواق ديالى تراجع شراء الملابس والمواد الكهربائية والغذائية جراء زيادة أسعارها إثر رفع قيمة الدولار على حساب الدينار. علق السوق كله نار، يعني الكرتون مال زيت صعدت 5000، كيس التمة صعد 10000، كيس الشكر صعد 18000، يعني على مال من؟ احنا شعلنا بالدولار، الفقير مين يجيب؟ وبخلاف الأسواق الغذائية بدت الأسعار في أسواق الخضر والفواكه مستقرة وإن قل الإقبال عليها، وسبب أن أغلبها منتج محليا بحسب التجار. الأسعار ما أثرت علينا، نفس الشيء على الوضع تماما. ألف وربع، ألف وربع، ألف ألف، برتقال، حامض 4000، 3000، عراقي محلية. بالدولار ما نشتغل، نشتغل عراقي، صرف لنا. بس صرفه صار قليل. شلون يعني؟ مو مثل يعني قبل ما يصعد الدولار. ولمنع بعض أصحاب المصانع والتجار من رفع أسعار المنتجات الغذائية المحلية كالسكر وزيت الطعام والبيض، شددت الإدارة المحلية في بعقوبة على ضرورة مراقبة الأسواق.
المفروض السلع المحلية لا ترتفع أسعارها كونها محلية، ونحتاج إلى رقابة ميدانية من قبل الجهات الرقابية، ونحن متابعة بهذا الموضوع. موضوع ارتفاع سعر الدولار سبب كثير من المشاكل للمواطنين في السلع الأساسية وخاصة الغذائية. كان المفروض والأجدر أن تسبقها خطوة بأشهر لدعم المنتج المحلي. وتبرز الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتوسيع دائرة المنتجات المحلية وتقليل الاعتماد على المستورد منها بالدولار لتلافي تحميل المستهلكين فرق سعر الصرف الجديد. علي العنبقي، ديالا، يو تي في. جدل مستمر بين البائع والمشتري على أسعار المواد الغذائية في أسواق وسط. يقول مواطنون إن الإجراءات الاقتصادية المؤلمة دفعت التجار إلى احتكار المنتجات المستوردة. هذا علينا ب 8 يورو، ايش يبيع؟ حوارات متواصلة بين التجار والزبائن في أسواق وسط تعكس حالة الأسواق بعد خفض قيمة الدينار أمام الدولار ورفع أسعار السلع. يقول مواطنون أن الإجراءات الاقتصادية المؤلمة لم تدفع التجار إلى رفع أسعار المنتجات المحلية فحسب، بل الامتناع عن بيع المستورد منها كذلك. الدهن صعد، الشكر صعد، الصابون صعد، الأندوم صعد، كله صعد. هسه انا رحت على حليب رقم واحد ماكو، ما باعوا علينا، هاي فلوس بجيبي وما باعوا علينا. تكار هسه شكر من 32 صار ب 45. تجار وسط قالوا انهم رفعوا اسعار السلع لان تعاملاتهم والديون المترتبه عليهم لكبار التجار في بغداد كلها بالدولار. احنا كتجار بسطاء هنا مثلا في محافظه وسط قاعد نسوق من بغداد، بغداد هذا كله ديون علينا، ديون بالدولار لان هذا يظل ثابت علينا، يعني عندنا مثلا مسواق يعني مسوقينه قبل شهرين او ثلاثه او اربعه وهاي كلها حسابات علينا دولار. وفي ظل ضعف القوه الشرائيه ومازق التجار في رفع الاسعار، يرجح العارفون بشؤون الاسواق تفاقم ازمه الحركه التجاريه. القدره الشرائيه للمواطن تاثرت بارتفاع صرف العمله. اي بالتالي يعني اثرت على المواطن وعلى التاجر، لان التاجر يشتري بالدولار وما يقدر يبيع بالدولار للمواطن. اذا بقى يعني هسه حاليا هذا الارتفاع سعر الصرف على ما هو عليه، فاكيد يعني الوضع يعني راح يكون اكثر تازم بعد من اللي نمر به حاليا. وتسببت ازمه الدينار في خفض الطلب على السلع في اسواق واسط بنسبه تبلغ اكثر من 30% بحسب التجار. من محافظة واسط، حمزة الأسدي، يو تي في. قالت الشركة العامة لموانئ العراق أن الأحد المقبل سيشهد توقيع عقد استئناف العمل بميناء الفاو الكبير مع شركة دايو الكورية، حيث بلغت القيمة المالية 2,600,000,000 دولار للمنشأة العملاقة، حيث يتضمن 90 رصيفا بطاقة إجمالية تبلغ 2,000,000 إلى 3,000,000 حاوية سنويا، ما سيزيد الطاقة الإنتاجية لموانئ العراق إلى 5 أضعاف. بتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع ميناء الفاو مراحل الخمسة من قبل شركة دايو اللي تم اختيارها لتنفيذ هذا المشروع. يكون الأحد القادم هو يوم توقيع العقد، وراح يكون في مقر وزارة النقل إن شاء الله وبحضور عدد ليس بالسهل، وأتوقع راح يكون حضور لدولة رئيس الوزراء إن شاء الله. عدد الأرصفة الكلي بالنسبة لميناء الفاو سوف يكون 90 رصيف، من عدها 50 رصيف مخصص للحاويات، هناك أرصفة 12 رصيف للبالك اللي هي الحمولات السائبة، وهناك أرصفة نفطية وأرصفة غاز وقاعدة بحرية وتفاصيل كثيرة يضمها الماستر بلان الخاص بميناء الفاو. أما بالنسبة للخمس أرصفة اللي تمثل المرحلة الأولى فهي طاقتها الإنتاجية حسب ما مصمم لها 2,000,000 حاوية في السنة، والطاقة القصوى تقدر بحوالي 3,000,000، وبالتالي راح تحقق لنا حجم تبادل تجاري كبير. حجم التبادل التجاري الحالي في ميناء أم قصر هو 50,000 حاوية شهريا، وما يقدر 500,000 إلى 600,000 حاوية سنويا. We'll be right back.
نشرتنا مستمرة وفيها أهالي صلاح الدين يحملون الحزب الواحد مسؤولية تأخر الإعمار، رحل داعش وبقي سلطة اللصوص. الصبات تشوه أجمل إطلالات الفرات، والأنباريون يطالبون بإنهاء العسكرة، ملينا من الحرب ومخلفاتها. أهلا بكم مجددا. صراعات النفوذ وتسلط الحزب الواحد على مقدرات صلاح الدين بحسب سكانها خلفت مزيدا من سوء الخدمات إن لم يكن انعدامها في بعض المدن، فضلا عن غياب المشاريع إثر هدري تخصيصاتها المالية على مدى أكثر من عقدة. يقول الأهالي هناك إن الخصومات السياسية حول تقاسم موازنات المحافظة تركت خلفها أكداسا من ملفات الفساد. الفساد لا يقل شأنا عن الإرهاب، وقد يكون الأول هو المسبب للثاني. محافظة صلاح الدين جمعتها معا في عام 2014، وما إن انتهى التحرير حتى تسيد الفساد المشهد في جميع مرافق الدولة. نبارك لمحافظة صلاح الدين على احتلالها المرتبة الأولى بالفساد، وهذا يعود الفضل لبعض السياسيين المتسلطين بالمحافظة، وطبعا السبب الرئيسي هو قيادة الحزب الواحد اللي يتحكم بالمحافظة. الخلاص من الأحزاب المتنفذة ومن الفساد مطلب المواطن في صلاح الدين، فمع استمرار تسلطها لا مشاريع ترمم ما دمرته الحرب وعبثت بها الخلافات التي يتزعمها الحزب الواحد، إذ تصدرت المحافظة قائمة المدن الأكثر فساداً في البلاد بوقت سابق. بعض السياسيين الفاسدين واللي يعني مسيطرين على مقاليد المحافظة ويعني أموالها ومقدراتها ومشاريعها وتخصيصاتها المالية. للأسف محافظة صلاح الدين ليس هنالك مشاريع حقيقية أنجزت خلال ربما عقد ونصف من الزمن. المشاريع التي أنجزت متلكئة ربما ويعني غير مطابقة للمواصفات. الصراعات السياسية المحتدمة وتسلط الحزب الواحد على مقدرات صلاح الدين بحسب الأهالي هنا تتجه بالمحافظة إلى مزيد من غياب المشاريع وسوء الخدمات وسرقة المال العام. من صلاح الدين، محمد السامرائي، UTV. في الأنبار، وبعد الاستقرار الأمني يطالب الأهالي هناك برفع آثار الحرب وإنهاء عسكرة المدن مثل الكتل الكونكريتية التي احتكرت أجمل إطلالات الفرات على حد تعبيرهم. رغم الاستقرار الأمني في الأنبار وما رافقه من رفع أغلب الكتل الكونكريتية وإزالة مخلفات الحرب عن الشوارع والأسواق، إلا أن بعضا من تلك الكتل ما تزال شاخصة وتشوه أجمل إطلالات الفرات. ففي الرمادي تتخذ دوائر أمنية من مناطق يفترض أن تكون سياحية موقعا لها، ما يحرم المدينة من فرصة اقتصادية واعدة. احنا لازم نبتعد عن عسكرة المدن، احنا مو على اساس القيادة مالتنا مدنية ومدننا كلها عسكرية. يعني احنا حكي لك حقيقة، خلي يزعل مين يزعل، هسه روح شوف الرمادي، يعني من يعني حتى دار العدالة، يعني يسمونه قصر العدالة، المحكمة حاطينها على الشاطئ، يجي وراها القيم المقامية، المحافظة أخذت مقرش كبرى، والبرلمان ما أعرف إيش أخذ هنا، ومقر مال اللواء مال الجيش، هاي كلها داخل مدينة الرمادي. الوحدة العسكرية بأي مكان تقدر تعيش، بس ما أقدر أسوي أودي المواطن أودي لست 160 على مود أسوي له مدينة سياحية، وأنا هنا المدينة السياحية ماخذينها الجماعة. ويطالب مواطنون برفع الحواجز الكونكريتية التي تثقل المدينة منذ أكثر من 17 عاماً، إلى جانب إنهاء مخلفات الحرب وتعزيز المدنية. يعني نتمنى يكون يجي هذا اليوم ونمسح به شيء اسمه صبات من ذاكرة العراقيين. بدورهم يؤكد معماريون أن الموقع المميز لمدينة الرمادي يؤهلها أن تكون من أجمل مناطق البلاد، حيث تقع على مفترق نهر يحيط بها من جانبين. ثيار الرمادي أو الأنبار عموما عاصمة للخلافة العباسية، كان من انطباع وجود الأنهار وتوزيعها بهذه الطريقة. التصميم الحضري
في جميع مدن العالم يعتمد ويرتكز أساسا على وجود هذه الأنهار. بعد سنوات من انتهاء الحرب يتساءل أنباريون، أما آن لها أن تضع أوزارها وتتجه نحو مدينة عصرية يتوجها الإعمار والاستقرار؟ من الأنبار أنمار العاني، UTV. الموج في بحر البصرة غدا الجمعة خفيف إلى معتدل بارتفاع يصل أحيانا إلى 5 أقدام، أما الرياح فهي شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تصل سرعتها إلى 45 كيلومترا في الساعة طبقا للرصد البحري في شركة موانئ العراق. UTV تتمنى السلامة للطواقم من البحرية على متن السفن ولزوارق الصيادين. وقبل الختام هذا تذكير بالعناوين. ترامب يحذر من هجمات إيرانية جديدة ويدرس إغلاق سفارة بغداد، وطهران تحذر من المغامرات غير المدروسة. في آخر مواجهاته مع بايدن، ترامب يعفو عن 4 من قتلة بلاك ووتر شاركوا في مذبحة النسور. كساد أسواق العراق مستمر وصرف الدولار يستقر مرتفعا إلى 141. أخيرا عملاق الصناعة الكورية يفوز بالفاو، والربط مع أوروبا يضاعف طاقة الموانئ العراقية 5 مرات. مشاهدينا الكرام، كل قصصكم وحكاياتكم التي شاهدناها في نشرتنا هذه ستجدونها على حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. أشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.